أعلن جيش سوريا الجديد سيطرته على مطار وقرية الحمدان شمال غرب مدينة البوكمال بريف دير الزور قرب الحدود مع العراق عقب عملية إنزال جوي خلف خطوط تنظيم الدولة. وأضاف الجيش في بيان له أنه سيطر على منطقة حصيبة والمعبر والبادية الجنوبية والشرقية في محيط البوكمال بمساندة ثوار عشائر البوكمال. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر سكايب من تركيا مزاحم سلوم الناطق باسم جيش سوريا الجديد. في البداية سيد مزاحم، ما هي المناطق الجديدة التي سيطرتم عليها في البوكمال والبادية؟ المناطق هي محيط البوكمال الشرقي والجنوبي بشكل أساسي، وقرية الحمدان. المناطق كانت السيطرة عليها بهدف الإسناد العسكري لتوجيه الضربة النوعية لحصيبة، وقد انتهت المرحلة الأولى الآن بالنسبة لنا من المعركة، اللي هي فصل داعش بسوريا عن العراق وتوجيه ضربة نوعية لتنظيم داعش بمعبر حصيبة. نعم، طيب ماذا عن إعلانكم تنفيذ عملية إنزال جوي؟ عملية الإنزال الجوي تمت من طائرات أمريكية خلف خطوط تنظيم داعش حوالي مناطق بالبادي جنوب مدينة البوكمال، وتمت عملية الإنجاح بسلام وبنجاح بعد ما تمت عملية الإنزال. تم ضرب خطوط تنظيم داعش بالخلف وانسحبوا إلى داخل البوكمال والسكرية وحصيبة. يعني هل يعني هذا أن المناطق بين معبر التنف والبوكمال باتت تحت سيطرتكم بشكل كامل؟ أي نعم. طيب هل أحكمتم السيطرة على المعبر الحدودي مع العراق قرب القائم؟ معبر حصيبة أحكمنا السيطرة عليه، لكن هو الهدف ما كان السيطرة وتثبيت النقاط في البوكمال. أعيد وأكرر، الهدف كان توجيه الضربات النوعية، وتمت المرحلة الأولى بالنجاح. نعم، شكرا لك مزاحم سلوم عفو. الناطق باسم جيش سوريا الجديد.